مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الآن مع هذا السيد، هو أب لطفلة يعني كيعاني من مرض الربو، عنده أجهزة ديال التنفس، الحالة ديالو صعيبة بزاف، يعني لدرجة غير دابا هبط غير في الدروج طلع ولا في واحد الحالة جد حرجة. كنتمنى والله يجازيكم بخير أنكم تعاونوا معاه. هذا السيد ما طالب والو، طالب غير شي واحد من المحسنين، من القلوب رحيمة، من الجمعيات، أنهم توفروا لي غير الأدوية ديالو. خاصو تقريبا 1000 درهم، أروح 1400 درهم في الشهر غير ديال الدواء. ما طالب حتى شي حاجه من هذا السيد، ما باغي كيخلص لي الكرا، ما باغي اللي يجيب ليه ما ياكل، ما حتى شي حاجه، باغي غير صحته وباغي غير اللي يعتقه بالدواء. خاصه انه دابا كيشوف راسه انه تيموت عرق بعرق، راه ماشي سهله انك تحس براسك النفس ما كتطلع ما كتهبط، عايش بالفونتولين بهاد لي زاباغاي هادو، بعض المرات كاع هادو ما كيقضيو معاه حتى شي حاجه. داكشي علاش خاصو ضروري هاد الادويه، وكنتمنى منكم والله يجازيكم بخير انكم تسمعوا القصه ديال هاد الاب وتساعدوه. السلام عليكم سي خليل، شنو المشكل اللي عندك وشنو النداء ديالك للمحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن وقادرين انهم يتعاونوا معك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شنو المشكل اللي عندك يا الاخوه سيدي؟ كنطلب الاخوه الكرام اللي غير الدول كيجي غالي بزاف ولا الشعر. شنو المرض اللي عندك؟ ضيق التنفس. ما كنتنفس شحال وانت عندك ضيق التنفس؟ من 97. من 97، يعني دابا شي 26 سنه وانت عندك هاد الشعر. الوالدة جينا عندها بيد المرض، درت لها شوف، درت لها رقية مخدومة، درت لها سافرت لها خرجت للمدينة والو بحال بحال. هو المهم هو الدواء، درت لها غدوة بدل لي غير شنو رخيص، ضرب عليها ولا ميت وقلنا لها عارف المرض ديالك، الدواء قاصح، رشيت الصغيرة غير كذبة بحال الفنيدة، هي غير الدواء راه بحق كيوافق ليا، ولكن ملي كنقطعو راه كنسمع انا الدواء كندير لاباري قلت له يا راه ما كاينش الدواء، الدواء مهم مهم وكاين الماء. شحال داير الدواء؟ شحال كيخصك في الشهر؟ 1400 درهم. 1400 درهم. 1400 درهم انت ما خدامش، الزوجه ديالك اللي كتخدم غير في الميناج باش يلاه كت يجي 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 غير بلا للدار ديك السنه غير واحد، ما كاينش المراه، المراه اللي بعد خدامه والبنيه عند يعني الجيران الصغير عند الجيران، مشات للزهراء الجيران بعدا عارفين معنا جبت لي البنيه الصغيره. يعني ظروفكم جد صعبه، ما يمكنش الزوجه ديالك تخلص الكرا والماء والضوء والمعيشه غير المراه، يعني ما يمكنش تخلص 1000 درهم ديال الدواء غير الدار. الجامعه هو قريب ليا الجامعه، بعدا كانت دار الجامعه، واش شفتو في الجامعه الدار صافي هادشي اللي كاين. شنو النداء ديالك للمحسنين اللي قادرين؟ المحسنين شو المحسنين يجي يشوفوا بعيو، يجي يشوفوا فين ساكنين وفين عايشين، نبغي الدواء ديالنا من شهر شهر. كنشوفك الشريف باغي غير صحتك، ما باغي حتى شي حاجه من الدنيا من غير صحتك. الا عندك الصحه في الدنيا شبغي شي حاجه اخرى؟ يعني بزاف ديال الناس كيقولوا بغيت ما كرهتش هاد الحاجه، انت باغي غير الصحه. باغي واش غادي تبغي يدي واش غادي غير يجي محسن غير يشري شي بارطما فين تسكنوا، راه ما يمكنش. المحسنين غير كاينين، المحسنين ما كتقولكش كتشوف الطبيبه ما عنديش الدواء، انا موقف مريض كنقدوها هو يخرج كدوها وكتشوف في شوفي وصافي. حيد الوثائق حيد. كتقول لك كاين جمعيات كاين محسنين، ما كانش يدوق على جمعيه كتقول لك عندنا ندير لي تامه، عندنا جمعيه مشي جمعيه واخا واخا راه تمشي تصور الوراق ولا التليفون غوتو لك. ما كاينش واحد جاوبنا انا بعد دوزنا انا كان معذبين وصافي الصراحه. شنو النداء ديالك للمحسنين اللي قادرين انهم شي محسن يجي بعيدو وياخذ ليا من شهر شهر الدواء ديالي هادشي يجيبو لي. يعني انت باغي غير شي واحد اللي ما يعطيكش الفلوس يجيب لك غير الدواء؟ الدواء يجيبو لي في الدار، انا نمشي عندهم نجيبو ونجي كاع. يعني وفروا لك غير الادويه فقط. هاد لاباراي انت ضروري دابا خاصك فونتولين ولاباراي ضروري. لا هذا ب 900 ريال كنشري فيها مع الفارماسي الموجود ب 900 ريال، نخصم له جوج دراهم 840 ريال، هذا رخيص. الاخر 849 درهم هو اللي غالي عليا، ما كنقدرش نشري كل شهر هو اللي كذا استاذ. هاد لاباراي شنو هو؟ هي فاش كيتزاد عليك الوضع بحال بزاف الليل ما غادي نفرغ نمشي بيه، كنديرها بالدار البنيه هي جات. النداء ديالك اسيدي المحسنين اللي قادرين انهم يتعاونوا معاك ويساعدوك باش تشافوا، باش ان شاء الله ترجع صحتك بخير وعلى خير، ويوفروا لك غير الادويه يجيبوهم لك حتى للدار، لا جمعيات لا محسنين. شي بغينا اختي ان شاء الله هو العيد، هو العيد هو العيد هي غادي تجي. الرقم ديالك اسيدي ديال التليفون 0616 81 83 73. مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما كتشاهدوا معنا الوضع الصحي ديال هذا السيد، هو اب لبنيته مازال صغيره، هي محتاجه الاب ديالها يخدم، محتاجه الاب ديالها باقا واخا تقرا، باقي بزاف ديال الامور. الاب عنده كيف ما كتشاهدوا معنا كيعاني من مرض الربو،
عاود لي النمره 0616 91 81 73. الله يوفقكم الخير، نطلب شي معسير الله يرحميه الوالدين والله يجزيه ان شاء الله. سيدي كنتمناو يجي يشوف بعينو فين ساكنين، وانا بغيت ندوم الشهر الشهر ديالنا شي بغينا غير الدوزار يعني. كنتمنى الله يجازيكم بخير الناس المحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن، انكم توفروا لهذا السيد غير الادويه، خاصو تقريبا 1400 درهم كل شهر ديال الدواء. هذا السيد ما باغيش الناس يعطيوه الفلوس اكثر ما باغي الناس يجيبوا ليه الدواء، عنده لي زوردونونس ديالو، جيبوا ليه الدواء حتى للدار. الله يجازيكم بخير، كاينين الحمد لله جمعيات الناس اللي عارفين شي حاجه. مشي هذا المحسن وسول الطبيب هو سول هذا السيد خويا، راه لي زوردونونس ديالك راه من المستشفى بنور الورقه ديالي هي راه يعني. كنتمنى الله يجازيكم بخير انكم توقفوا معاه وتعاونوه، محتاج الادويه. نداءنا للمحسنين داخل وخارج ارض الوطن، للجمعيات، اي واحد قادر يدير الخير، هاد السيد محتاج لكم انكم توقفوا معاه. هاد لي زاباري مابقاو كيديروا ليه والو، الطبيبه كتقول لي هذاك الدواء ضروري واخا غالي، خاصك تشربو حيت الحاله ديالك صعيبه، يعني الدرج يقدر غير يهبط في الدروج ويطلع كيتوقف. الله يجازيكم بخير. الرقم هو 06 16 91 83 73، هذا هو الرقم ديالو. وهنا مشاهدينا كنكونوا وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه. نتلاقاو واحد السيد كيقول يعني شنو الادويه؟ ادويه خويا راه عنده بزاف ديال الدويات تما، ياك عندك بزاف ديال شحال من دواء تقريبا؟ ولا ثلاثه الادويه، واحد اربعه ديال الادويه. فانيد ولا شنو هو؟ فانيد والشاشه اه، هما كلهم ثلاثه فانيد، ثلاثه الفانيد وفونت بحال فونتولين. ورش العربوز كبير غير هو اللي غالي بزاف، هو اللي غالي داك الرابوز داير 800 درهم. التيبرو دونك انت هذا مبقى كيقضي لك والو، غنعاون به شويه وصافي، ماشي بحال ماشي بحال الاخر اللي خرجت لك الطبيبه. يعني اخويا هذه هي اخويا يانيس، هذه هي الادويه، راه عنده لوردونونس. الناس اللي بغاو يتواصلوا مع السيد يهضروا معاه في الواتساب، هذا الرقم حطيناه للمساعده، الناس اللي غتساعد ماشي غتفلى. وفروا لي هاد الادويه، راه الاثمنه ديالهم تقريبا واحد رابوز هو كيبان لي من هنا داير 843 درهم، كاين واحد اخر 40 درهم، واحد 207 دراهم، والدواء الاخر ما عرفتش شحال الثمن. المجموع 1400 درهم، المجموع 1400 درهم، راه لوغدونونس فيها 1400 درهم ديال الدواء. هاد السيد ما طالب حتى شي حاجه، غير شي واحد اللي تكلف ويوفر ليه هاد 1400 درهم ديال الدواء فقط، ولا يجيب ليه الدواء حتى لعندو. الرقم خلينا لكم مشاهدينا 06 16 91 83 73. وهنا مشاهدينا مبقى لي الا نودعكم، نتلاقاكم في بث اخر. بالسلامه عليكم.